كل سنة يتخرج العشرات من حافظات القرآن الكريم بالمدرسة العتيقة أدروامان بإقليم تارودانت، ووسط أجواء روحانية مفعمة بالاعتزاز بهذا الإنجاز يتم استقبالهن من طرف أهاليهن وأسرهن، بينما يتكلف المحسنون بمنحهن هدايا وتذكارات دعما لهن للاستمرار في طريق العلم والتحصيل. بالنسبة للطالبات فعددهم يتراوح ما بين 110 و 111 يعني إناث. بالنسبة للطالبات التي تخرجنا اليوم فهن يعني 30 طالبة وحافظة، بل التخصصات التي تدرس هناك يعني اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الإعلاميات، اللغة العربية بطبيعة الحال، العلوم الشرعية، ثم التحفيظ بطبيعة الحال. أضحى للإناث اليوم أكثر من أي وقت مضى نصيب من التعلم بالمدارس العتيقة إسوة بالطلبة الذكور، حيث أصبحت مدرسة أدروامان بضواحي إقليم تارودانت نموذجا لانفتاح مؤسسات التعليم العتيق على كلا الجنسين لإتاحة الفرصة لهم لدراسة العلوم الدينية والشرعية إلى جانب حفظ القرآن وتفسيره. يتم الاستيقاظ ساعة قبل الفجر أولا، الساعة الخامسة يتم فيها يعني مراجعة القرآن أو مراجعة الحزب الذي سيتم يعني حفظه مباشرة بعد يعني صلاة الفجر الذي يكون بطبيعة الحال مع السادسة والثلاثة وأربعين. بعد ذلك تتم العودة من المسجد، نعم، وتتم قراءة ويعني الإحصاء أو لا عفوا إلقاء ما تيسر من 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 القرآن وما تم حفظه. بعد ذلك كما قلت يتم يعني الولوج إلى الأقسام طبيعة الحال يعني للإناث الذين يعني يدرسون يعني كحصص يدرسون الحصص بطبيعة الحال. المتفرغات يبقون في القاعة يدرسون ويقرؤون ويحفظون ما تيسر ويحفظون القرآن الكريم طبيعة الحال. ثم بالنسبة لي مباشرة بعد يعني العصر يعني قبل العصر يتم كذلك تحفيظ القرآن الكريم، بعد صلاة العصر كذلك يتم تحفيظ القرآن الكريم إلى حين أذان المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن. القرآن يقولون عنه أنه أفلت من فلتة الإبل، لذلك يعني يقرأه الإنسان على انفراد حتى يتمكن من حفظه، ثم يعني بعد تمكنه من حفظه يذهب يعني ليعرض ما درسه وما تمكن من حفظه على الأستاذ أو على المدرس المشرف على القرآن. حينما يتلوه على المدرس من المؤكد أن هنالك يعني أنه تكون هنالك جماعات، يعني جماعات من الطالبات، كل جماعة يعني تختص بوردها، يعني هنالك من يعني خمسة أحزاب. أنا ما لاحظته أن الأساتذة الذين يعني يدرسون القرآن يحثون على استعمال الألواح، لأنهم يقولون يعني حينما تقرأ في اللوح يرسخ لك الحفظ هكذا. ثم إنني أود أن أقول أن سهولة الحفظ أو صعوبته تتعلق بمدى إصرار الإنسان وبمدى حبه لذلك المجال، بمدى حبه للحفظ وللتحصيل. ثم إنني أود أن أقول كذلك شيئا آخرا، أنه يعني إذا أراد الإنسان أن يحفظ أو يعني أن يقرأ فعليه أن يملأ ذهنه بما يريده
بهدفه، لا بالذي لا بأقوال الناس بما يقولونه.